برحب بيكم في حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديدة نتكلم فيه عن أهم نصائح وتوقعات وتحذيرات لبرج الدلو الهوائي لشهر مايو 2021. طبعا بشكركم وبشكر كل الناس اللي بتبعت لي كلام حلو جدا، بتبعت لي نوم زعلانين انتوا زعلانين عليا عشان موضوع الكلب بتاعي، فثانكيو من كل قلبكم بجد، من كل قلبي، وبجد شكرا لكل الكلام الحلو اللي بتبعت لي. متأسفة انا اتأخرت على برج الدلو، مع ان برج الدلو من الابراج اللي بتعمل نسبة مشاهدة عالية جدا جدا عندي. بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوا الشانل بتاعتي. طيب، برج الدلو اكتر طاقة مسيطرة عليك دلوقتي ان انت بتحاول تنسى حاجة. يا برج الدلو عندك طاقة حزن او زعل مكبوت، يعني انت مش قادر تبين الزعل ده، كأنك انت في حاجة مثلا زعلتك في شهر ابريل بس انت ما عبرتش عن الزعل ده وفضلت كاتمها جواك. مثلا ممكن يكون حاجة مادية او حاجة عاطفية او حاجة نفسية، بس انت يا برج الدلو زعلان قوي او متأثر قوي وحاسس ان انت مش عارف تعمل ايه او مش عارف تتصرف ازاي، فانت كابت مشاعر كتير قوي وكاتمها جواك. ممكن تكون عندك ضائقة مالية الفترة دي، او عندك مشاكل مادية كبيرة مزعلاك، محتاج حاجات ومش معاك فلوس اللي تكفي الحاجة دي، او عليك دين مش قادر تسدده ودي حاجة هتبقى يعني لك ازمة. بس الخبر الحلو انت جالك فلوس يا برج الدلو من كذا مصدر، يعني مش مصدر واحد، لا جالك فلوس من كذا مصدر. ممكن يكون حد كان مستلف منك فلوس ويرجعها لك، او هتقدر تسدد ديونك يا برج الدلو الفترة الجاية، فما تتضايقش، ربنا هيفرجها. وجالك فلوس من مصادر مختلفة، من كذا مصدر، من مصدرين او من ثلاث مصادر، هيغطوا الديون اللي عليك وهيخلوك تحس كده يعني ايه ان الدنيا بدأت تضحك في وشك مرة تانية. طيب، برج الدلو كمان شايف عندكم طاقة انتظار، يعني في حاجة انت مستنيها، في حدث انت مستنيه، في حاجة انت مستنيها وهي تحصل في شهر خمسة. ممكن يكون طاقة انتظار مولود جديد، او طاقة انتظار عمل جديد، او طاقة انتظار ترقية، بس عندك طاقة انتظار. انت في حاجة مهمة جدا في حياتك، الحاجة دي انت بتفكر فيها كتير جدا، ممكن تكون سبب حزنك او سبب زعلك، فانت مستني ان الحاجة دي تحصل. طيب، برج الدلو نصيحتي ليكوا الفترة دي حاولوا تبينوا، حاولوا تنفجروا، حاولوا تقولوا الحاجات اللي مضايقاكوا، طلعوا كل حاجة جواكوا، طلعوا كل طاقتكوا، ما تكسبوش حاجات مكتومة جواكوا لان ده ممكن يسبب لك مشاكل كتير. يعني متضايق روح انفجر، قول ان انا متضايق. وكمان حاول ان انت في حد انت ممكن تنفعل عليه برج الدلو او تتعصب عليه، الشخص ده حساس جدا هيتضايق، وخاصة لو برج مائي او برج ترابي، فحاول ان انت يعني ما تنفعلش على حد من الابراج دي، لان يعني شايفاك ممكن تنفجر مرة واحدة في شخص من برج مائي او برج ترابي، يعني الشخص ده ممكن يتحسس او ممكن يتضايق او يزعل. صحيا شايفة ان انت احسن كتير جدا جدا يا برج الدلو، عندك صحتك كويسة، شايفة ان انت بصحة كويسة حتى لو حصلت لك اي وعكات صحية، بس الحمد لله تطمنوا يا برج الدلو صحتكم زي البومب والصواريخ. بس حاول تنام بدري وزبط مواعيد نومك، يعني النصيحة الوحيدة اللي هقولها صحيا ان انت حاول تزبط مواعيد نومك، تنام بدري وتصحى بدري. ممكن تكون انت بتصهر كتير، يعني بتصحى بقى مش مركز، او بتصحى عندك مشاكل صحية بسبب العدم النوم بدري. يعني يا جماعة زبط الاضاءة عشان موضوع الاضاءة ده، لا ده لا اوكي ده ماشي ده حلو. طيب، ممكن تكون بتخطط للسفر يا برج الدلو في شهر مايو، بس انا مش شايفه عندك سفريه في شهر مايو، يعني ما عندكش سفر. ممكن يكون عندك حد جاي لك من سفر، او حد من اهلك او اصدقائك مسافر، بس انت شخصيا مش عندك سفر، ومش بشجعك يا برج الدلو على السفر في شهر مايو. طيب، ممكن تكون عندك علاقة عاطفية مع شخص اكبر منك في السن، يعني ممكن تعجب او تحس بانجذاب او تحس باتراكشن ناحية شخص اكبر منك في السن، ممكن يكون بيشتغل معاك او تعرفه في حاجة ليها علاقة بالشغل. طيب، تعالوا بقى نتكلم عن برج الدلو والحب، ونتكلم عن اهم نصائح لبرج الدلو في الحب. كان هذا، بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى فيسبوك، تقولوا لي اتفرجوا عليا من فين، انتوا برج ايه. عايزه اقول بس حاجه في العمل، اللي انا شايفه برضو عندك مصالحات كتير في العمل، عندك شغف، عندك يعني ايه رغبه قويه او اندفاع للظهور والنجاح، يعني انت هتبقى عايز تنجح، عايز تحقق حاجه، فشايفاك مركز جدا جدا في عملك، وشايفه ان في زي مثلا ايه مصالحات في شغلك. ممكن تكون كان في ناس انت متخانق معاهم او عندك مشاكل معاهم، لا ان انت هتبداوا تتكلموا هيبدا يحصل مصالحات قويه جدا جدا في الشغل عندك. طيب، الناس المرتبطين من برج الدلو شايفة ان انت بتحاول ان انت تمشي العلاقة، بتحاول ان انت تتواصل مع شريك حياتك، بتحاول ان انت يعني توصل لنقطة التفاهم، انت عايز توصل لنقطة التفاهم معاه،
يعني فيزيكالي وروحانيا وعاطفيا، انت عايز تتكلم معايا، عايز يعني انت عايز لو في مشكله او انتوا متخانقين مع بعض او في مثلا عدم استقرار نفسي، فانت عايز ايه يعني، اللي هو انت عايز مني ايه يعني، انت عايز توصل معايا لنقطه حل او نقطه تفاهم يعني، او شايفاك متمسك بالعلاقه. بالعكس الشخص الاخر هو اللي ممكن يكون بيستفزك، ان هو بيتجاهلك، بيتنك عليك، شايف نفسه عليك، ودي حاجه مضايقاك جدا جدا يعني. هو اللي عايز بحسسك ان هو مش مهتم بالعلاقه، بس الشخص ده بيحبك على فكره وعايز يكمل في العلاقه، بس هو ممكن تكون طريقته بتستفزك، بس هو يعني هو عايز يكمل العلاقه وحابب العلاقه دي، بس هو شخص مستفز عنيد وانت كمان عنيد، فدي مشكله ما بينكم يعني. واضح ان العند مشكله كبيره جدا، فحاولوا ان انتوا تتخطوا مشكله العند، وان انتوا تبقوا فيه كل واحد فيكم مش عايز يبين مشاعره للتاني، وانت فيك مشكله يا برج الدلو ان انت مش بتبين اهتمامك، مش بتبين مشاعرك، مش بتبين مشاعرك الحقيقيه، فهو متغاظ منك فبيستفزك او بيحاول يتجاهلك في الحته دي. طيب انا شايفاك بقى مرتبك شويه في العلاقه دي، والعلاقه دي فيها ارتباك، سواء انتم منفصلين او مرتبطين في ارتباك، يعني علاقه اون اوف يعني، فجاه تحس ان انت لا انا مش قادره اكمل مع الشخص ده، انا عايزه اسيبه وعايزه امشي وعايزه اشوف حد تاني يريحني، وبعدين فجاه تقول لا ما انا بحبه ومش قادره ابعد عنه ومش قادره اروح لحد تاني. فانت عندك ارتباك او عدم استقرار في العلاقه، فانت شخصيا مش عارف انت عايز ايه ولا عارف انت رايح فين، فشويه متلخبط، وخاصة من طريقة رد فعل الشخص اللي انت مرتبط بيه، لانه بيستفزك بردود افعاله. هو ممكن يكون بيتجاهل مشاكل معك او بيتجاهلك شوية علشان هو مش عايز يكبر المشكلة، فانت بتاخدها على نفسك وتقول ان هو بيتجاهلك، فانت بتعند اكتر، فهو يتضايق فهو يعند معك اكتر، فواضح ان المشكلة شايفها سوء تفاهم اكتر من حب يعني. هو شخص ده بيحبك وانت بتحبه بس انتوا بتعندوا مع بعض، بس هو عايز ياخد العلاقة للمرحلة الاخرى، وانا شايفاك انت كمان عايز تكمل في العلاقة، فحاولوا تحلوا المشاكل او سوء التفاهم بالعقل شوية، تقعدوا تتكلموا مع بعض وتشوفوا ايه المشكلة فين وايه حلها. كمان شايفة ان في شخص فيكم محتار ما بين حاجتين يعني، ممكن يكون للأسف في طرف ثالث في العلاقة، يا اما انت محتار ما بينه وما بين حد تاني جديد، او هو محتار ما بينك وبين حد تاني، بس للأسف مع الأسف برج الدلو بنسبة كبيرة، معظمكم مش كلكم، عندكم اللي هو طرف ثالث يعني، في حد محتار ما بين شخصين، او ما بين العذراء كمان كده على فكره يعني، عذراء قدامه عندهم حيره يعني، ففي حد فيكم محتار هل اكمل في العلاقه دي ولا امشي، هل اسيبه ولا افضل احبه، ولا هو يستحق ان انا افضل معاه ولا لا، ففي حيره قويه جدا جدا. انت كمان عندك طاقه مش كويسه يا برج الدلو، الطاقه دي عايزاكوا تتخلصوا منها، طاقه شك، طاقه اوهام، في اوهام كتيره وفي حاجات كتيره، لخبطه كتيره في عقلك، قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا، هل فعلا الفتره دي عندك لخبطه، عندك اوهام، عندك شكوك، عندك يعني 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 بالك مش مشغول جدا باوهام ومغاطس، ولا اسمها مناغص، حاجات بتمغص عليك تفكيرك ولا لا، بس انت جايلك سعاده يا برج الدلو، وجايلك استقرار، وحاول ان انت تخرج من طاقه الخوف وطاقه الانتظار وطاقه الحزن يعني، عندكم طاقه انتظار قويه جدا، طاقه خوف، طاقه قلق، طاقه وحده، طاقه سلبيه يعني. انت مشكله برج الدلو ان هو بيحب يقعد لوحده، فلما بيقعد لوحده كتير بيقعد بقى ايه، يقلب على نفسه مواجع، يقعد يفكر في حاجات كتيره روحانيه ممكن يعني تاذيه شويه، فحاولوا ان انتوا تخرجوا من الطاقه دي، شوفوا اصحابكم، خرجوا من الوحده، خرجوا من يعني ما تتقوقعش يا برج الدلو على نفسك، واخرج وانطلق ويعني شوف ناس جديده. طيب في العمل شايفه ان برج الدلو في العمل شايف عندكم طاقه نجاحات، طاقه انجاز، طاقه يعني انت بتثبت ذاتك، شايفك يعني مفيش حاجه مخيفه في العمل، بالعكس شايفه كل حاجه تمام. انا شايفه كمان عندكم نجاح هيتحققوا، شايفه في سعاده يعني، انت كانك بدات تخرج من جو الانعزال والوحده. برج الدلو اخرج من وحدتك، اخرج من عزلتك، بطل تفكر كتير، راح عليك شويه، بطل اوهام يا جماعه، برج الدلو بيقعد بقى هو متشائم شويه، فبيقعد بقى يحط اوهام وسيناريوهات كتيره جدا جدا مش لطيفه. شايف ان عندك سوء تفاهم هيخلص يعني، في مشكله ما بينك وبين شخص، ممكن يكون في العمل او في حد من اصدقائك او حد في العيله، هيخلص في تصالح زي ما قلت في اول الحلقه، وعندك حد هيدعمك، شخص هيدعمك، شخص ده من برج ترابي او من برج مائي، في ابراج الترابيه المائيه بقى ليهم ظهور كبير جدا في حياتك، في شخص هيقدم لك دعم او انت هتدعم شخص اخر. عندك حنين لشخص من الماضي ممكن يخليك تبكي عليه يا برج الدلو، حنين قوي جدا جدا لشخص ممكن يكون مشي، رحل، شخص توفى، شخص بعد، شخص سابك، شخص انت سبته، الحنين ده هيقطع جواك يعني، هيبقى صعبة قوي عليك يعني، فحاول تخرج من طاقة الحنين دي. زي قلت ماديا انت عندك ممكن يكون عندك
ديون كتيره او عندك ازمه ماديه، لا جالك مبالغ من المال، الناس بقول لك كانت واخده منك فلوس هترجعها، وعندك كذا مصدر رزق او كذا حاجه، في هتبقى اتراكتيف يا برج الدلو، عندك نتورك بتزيد، هتعمل نيو لوك لنفسك، هتغير شكلك، ممكن تفكر تغير شكلك، تغير الستايل بتاعك، بس شايفاك جذاب جدا جدا. كالعاده بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك، عايز كل يتفرج عليا دلوقتي يدخل على صفحات موجوده تحت على اليوتيوب، اكتبوا رشا مراد بالعربي بالانجلش هتظهر لكم صفحاتي. كمان ما تنسوش تقولوا لي هل الطاقه دي مسيطره عليكم ولا لا، طاقه الانتظار وطاقه الم او حزن او حيره او اجهاد نفسي بسبب تفكير كتير جدا والحيره. ثانك يو، بحبكم جدا جدا يا برج الدلو، بليز تهتموا بالنصايح دي. عارفه ان عندك حنين لشخص من الماضي، وقولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا، ممكن يكون الشخص ده رحل وصعب يرجع تاني، فحاول ان انت تتخطى هذه الفايبس. عارف يا جماعه انا كمان لما بقول كلمه حنين لشخص من الماضي بفتكر الكلب بتاعي، فبقى عايزه اعيط، يعني انا مش عارفه بقيت دراماتيك قوي بصراحه، او انا بدات اكتشف ان واضح ان برج العذراء شخص دراماتيك، يعني وانا كنت دايما اقول العذراء نو واي يكون دراماتيك، بس صدقوا ان انا طلعت دراماتيك فعلا. طيب بحبكم جدا جدا، خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من صحتكم يا برج الدلو، اي لاف يو اول. زي ما قلت لكم تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، واعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وشير لكل حد تعرفوه من برج الدلو. بحبكم، باي باي.